متى نصر الله؟ رغم هذه الضربات الموجعة للمسلمين، رغم هذه الضربات المؤلمة لكل مسلم في بقاع الأرض. سؤال ودعاء يتوجه به المسلمون إلى الله تعالى. هذه الأمة ولدت لا لكي تموت، وإنما لكي تحيا ويحيا الناس بها، حتى تأتي البشرى لهم إنهم صاروا على طريق الحق. بنصر الله وسننتصر، سننتصر بإذن الله عز وجل. ألا إن نصر الله قريب. المستقبل للإسلام مع الشيخ سالم أبو الفتوح وبرنامج متى نصر الله. رمضان كريم على الناس، انتظرونا في رمضان.